لطالما عرف المزارعون كينغز تريجر منذ فترة طويلة إلى جانب العديد من العلامات التجارية للمبيدات في كينغ كوانسون. المادة الفعالة في كينغز تريجر هي إمامكتين بنزوات 5% WG، وهو مبيد حشري غير جهازي مشتق من مبيد أبامكتين، تم تطويره لفعالية قوية ضد يرقات ليبودابترا عن طريق تثبيت تقلص العضلات للحشرات. تم استخدام إمامكتين بنزوات على نطاق واسع من قبل المزارعين في جميع أنحاء العالم لفعاليته العالية على ليبودابترا، تأثيره السريع لإيقاف التغذية وحماية طويلة الأمد. لكن كينغز تريجر يقدم أكثر من ذلك، لقد أعطى ابتكار كينغ كوانسون هذا المنتج ميزة قوية وهي تقنية التحفيظ. تقدم هذه الميزة القوية إداء أكبر لا يمكن أن توازيه أو تتماشى معه المنتجات الأخرى. تساعد التقنية التحفيظية على تقليل التوتر السطحي للقطرات الكيميائية وزيادة منطقة التلامس للقطرات الكيميائية وأوراق الشجر، وحيث يمكن المادة الفعالة لاختراق أفضل ومقاومة للمطر. عندما تتغذى الحشرات على الأوراق المعالجة تصاب بالشلل بشكل أسرع وتجوع حتى الموت. هنا يمكنكم أن تروا الفائدة الكبيرة عند استخدام كينغ تريجر بتقنية كينغ كوانسون التحفيظية عند مكافحة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة مقارنة بالمبيدات الأخرى ومبيد إمامكتين بنزوات من مصادر أخرى. قدم كينغ تريجر قدرة مكافحة مستمرة على دودة الحشد الخريفية في وقت مبكر من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع. على النقيض من ذلك، فقد حققت المبيدات الحشرية الأخرى تأثير المكافحة الذروة على الأغلب في اليوم السادس، ولكنها أظهرت إداء حماية أكثر. بالإضافة إلى ذلك وباستثناء حشرات الحرشفية الأجنحة، يمكن أيضاً استخدام كينغز تريجر لمكافحة الجراد ونطاطات الأوراق أو الحشرات الماسة مثل حشرات المن والثريبس على مجموعة واسعة من محاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية. هذا الاستعمال الموصى به هو خلط 5 جرامات من كينغز تريجر في 20 لتر من الماء والرش بمعدل 150 جرام للهكتار الواحد. أما إذا كانت الحشرات قد بنت مقاومة بالفعل، فيمكن مضاعفة الجرعة. مكافحة حشرات الحرشفية الأجنحة ليبودابترا ينصح بالرش عند مغيب الشمس عندما تكون اليرقات على وشك الخروج للتغذية. ليس من المستغرب أن يبقى كينغز تريجر متفوقاً، حيث يتم ضمان الجودة من خلال نظام مراقبة الجودة الصارم المستمر لكينغ كوانسون. يرجى شراء كينغز تريجر من خلال أقنية التوزيع النظامية وتحديد علامات المضادة للتزييف على الملصق.